السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات واحنا شغالين في المشروع بيبقى محتاجين نعرف إذا كان في حاجة أقل من 2 متر ولا لأ، أو 1.80 متر أو حسب الارتفاع. فأنا محتاج مثلا إن أنا أتأكد إن مفيش عندي حاجة على أقل من 2 متر. على سبيل المثال خلي إن الضغط دوت على ارتفاع مثلا 1000، ماشي، وخلي ده ناخده كوبي ونخلي ده 1600 مثلا، وناخد واحد كمان ونخليه 500. تمام، جالنا قبل كده مشروع يمكن المشاريع الأولانية أنا اشتغلت فيها قال لك أنا مش عايز أي حاجة تبقى أكتر من 2 متر. تمام، طيب هنبدأ بقى نفحص ضغط نقعد نشوفه. لا، هنيجي هنا من البيورج وأقول له أنا عايز أقصى حاجة أشوفها 2 متر وأقول له أوكي. هتلاقي الشغل كله اختفى في المشروع ما عدا كام ضغط اللي احنا حطيناهم دلوقتي. تمام، ممكن تيجي هنا في الفيو رينج تغيرها، خلينا مثلا نقول له 1000. طب لو قلت له 1000 هيرفض ليه؟ لان الكات بلان اعلى من دوت، فلازم يكون الترتيب بتاعهم قد بالظبط. اهو ده اختفى. طيب خلينا نعمل تراجع. خلي بالك ان هنا الحاجات بالوان. طيب ايه اللي مخلي الحاجات دي تاخد الوان؟ خلينا اقول له في ونيجي هنا الفلتر. موضوع الفلتر. طيب انا ممكن اقول له لا، الفلتر الغي الفلتر، وممكن اخليها يعني. انا بس بنفكر مع بعض في ايه السبب. حاجه كده كل حاجه بنفس اللون. طيب انا عايز دلوقتي اعمل حاجه ان هو الارتفاعات يبدا يديها الوان. تمام، فهاجي هنا من انوتيت واقول له ضغط ريجنت، فبيقول لي انت عايز بقى انا واحده من دول. طيب هقول له دلوقتي خليها بالضغط، بنوع الضغط كميه الهواء، هقول له هنا اديت، وبعد كده هقول له انا عايز واحده بالهاي اتش اي اتش اي جي اتش دي. ممكن بقى تلونهم حسب الارتفاع دوت، هنرتبه حسب حاجه من الاثنين، بوتوم اوف ضغط او الهاي اوف ضغط. يعني ممكن تقول له ايه، شوف لي البوتوم اوف ضغط، البوتوم اليفيشن، اوكي، فبيبدا يعملهم بالشكل دوت. كل ارتفاع فيهم تمام هيبقى ليه لون معين. بص كل الحاجات اللي نفس الارتفاع هتاخد لون معين، بس كده الالوان كتير قوي وهتوه. تمام، ممكن اعمل حاجه اسمها باي رينج. يعني ايه؟ يعني هقول له هنا ده 3 متر هياخد اللون دوت، وده 2500، وده 2000، وده 1500، وده 1000. تمام، وخلينا نغير اللون دوت للون مختلف عنه شوية عشان ايه، يبقى سهل ان انا اميز. الست بتعرف تميز الرجالة في الالوان شيش ميش. تمام، ايوه، بص بالشكل دوت، اللون ده اهو واللون ده اهو وهكذا. تمام، الحاجات اللي اقل من 1000 متر هتلاقي واخد اللون دوت. الحاجات اللي كل واحدة فيهم بتاخد اللون اللي هي عايزاه. طيب لو انا في مرة عايز اغير الحاجات التلوين، لما اقف هنا واقول له اديت، او اجي هنا في الجرافيك وادوس اللي هي السيستم كولر سكيم، هتلاقي هتختار هاي للضغط وممكن واحد تانية للبايو، فتيجي هنا وتختار حاجة تانية زي ما انت عايز.